خد لحظات وخدي لحظات، قولي له عايزه اتحد باللي في قلبك قوي، عايزين يا رب نبقى متحدين باللي جواك، عايزين نطلبك فنجدك، نطلب يا رب ما بداخلك وانت توجد لينا. قول له رب انا عارف اني وانا جاي اجتماع الصلاه انا مش بس جايه اتبارك وجايه اتعزى، لكن يا رب انا جاي اتحد باشواق قلبك واطلب اللي في قلبك واشوف الاستجابه، جاي اظبط الموجه اللي جوايا على موجتك، عشان انا عارف انه الايام دي يا رب ايام تاريخيه في ارضنا وفي بلادنا، وانا عايز اكون يا رب جزء من الكنيسه اللي انت بتكتب من خلالها تاريخ البلد ديت. انت شرفتني اني اكون موجود في الزمن ده في الوقت دوت، وانا عايز اكون في ملء ارادتك ومشيئتك، عشان كده اظبط موجتك على موجته، اظبطي الموجه بتاعتك على الموجه بتاعته، اطمن على احتياجاتك الشخصيه، اطمني ان هو عنده حلول لمشاكلك، هو ما عندوش مشاكل هو عنده حلول، اطرحها عند اقدامه دلوقتي، اطرحيها عند اقدامه، قول يا رب انا في محضرك مش هكون محني بسبب همومي وبسبب مشاكلي، لكن اطرحها عند اقدامك لانك انت الراعي الصالح. عايز افضى من الاتقال يا رب، عايز اطرح كل ثقل، عايز اطرح كل ثقل يا رب عليا واتحد بيك. متشكرين يا رب، متشكرين، متشكرين عشان امتياز كل مرة بنأتي معا في محضرك، عشان كل مرة الكنيسة تتحد يا رب قدامك، مش بس كنيسة هنا، لكن يا رب كل المؤمنين يا رب اللي معانا على شاشات التلفزيون، احنا بنشكرك من أجل الأوقات اللي الكنيسة كلها بتيجي متحدة قدامك طلبات وطلبة وجهك. يا رب احنا نفرح، نفرح ان احنا نلتقي بيك، ونفرح ان احنا نطلبك عشان انت بتوجد لينا، واحنا رب في قلبنا شكر عميق ليك، عشان يا رب الروح القدس عمال يقول لنا انه ده زمن الاستجابة، عشان ده زمن تحقيق المواعيد، عشان الروح القدس عمال يبوق في قلوب مؤمنين كتار انه ده زمن الصلوات اللي تحوشت لسنين طويلة، ده زمن المطر المبكر والمتأخر اللي يأتي على أرضنا وبلادنا وعلى الكنيسة في أرض مصر. يا رب احنا متشكرين علشان يا رب عينينا هتشوف اللي عمرنا ما شفناه، ودنا هتسمع اللي عمرنا ما سمعناه يا رب، وحنتمتع يا رب بالكلمات اللي انت قلتها، طوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. يا رب احنا بنشكرك يا رب ان احنا نرى عجب في الأيام دي، يا رب نرى عجب في الأيام دي، عشان كده رب اللحظات اللي جايين يا رب نكمل بيها رب في محضرك يا رب، يا رب يا رب نسأل سيطرة روحك علينا يا رب، الروح القدس هو اللي يسيطر علينا بالكامل، ونطلب الطلبات يا رب اللي في قلبك. مبارك اسمك يا رب، ليك المجد، امين. هقرا معاكم من سفر أعمال الرسل، وصح 2 من العدد الأول، أعمال الرسل 2 من العدد الأول. ولما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بختة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وعدد 14،
فوقف بطرس مع الأحد عشرة ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم وأصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سقارى كما أنتم تظنون لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيؤيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان. الجزء المشهور اللي قريته من الكتاب بيكلم الكتاب انه المسيح قال للتلاميذ وهو بيصعد: امكثوا في اورشليم لغايه ما تنالوا موعد الروح القدس، خليكم في اورشليم لغايه ما تنالوا موعد الروح القدس. وبيقول الكتاب ان هم قعدوا 10 ايام طالبين الرب ومنتظرين حسب وعد المسيح ليهم، وفجاه بخته بصوا لقوا كده في هبوب ريح عاصفه، ريح قويه جدا، وألسنة من نار ابتدت تستقر على كل واحد فيهم، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى. وساعتها بطرس وقف علشان يشرح للناس، لأنه كان في ناس كتيرة شافوا إيه ده؟ إيه الحاجة الغريبة دي اللي حصلت؟ فابتدى يشرح لهم إنه ده اللي المسيح وعد بيه، إنه ده سكيب الروح القدس، دي معمودية الروح القدس، وإنه الناس دولت مستقرنين عشان بيتكلموا بألسنة أخرى، ده الروح القدس أعطاهم إنهم يتكلموا بالألسنة دي. وابتدى يستشهد، قال لهم: ويؤيل في العهد القديم، دي الكلمات اللي قالها، ده الوعد اللي ربنا وعد به من خلال يؤيل، يقول الله إني أسكب من روحي في آخر الأيام، أسكب من روحي على كل بشر، ويكون في آخر الأيام إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى الإماء أيضا والعبيد، وأعطي علامات وعجائب في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل. قال ده الوعد اللي يؤيل قاله، إن كل شخص هيجي مصدق، كل شخص هيجي عطشان، كل إناء هيجي يفتح نفسه للروح القدس هيلاقي سكيب الروح القدس بيأتي عليه، الشباب هينالوا سكيب الروح القدس، الشيوخ هينالوا سكيب الروح القدس، حتى الأطفال، حتى العبيد، حتى الإماء، المتعلمين وغير المتعلمين، الأغنياء والفقراء، أي كانت الجنسية، أي كانت الخلفية، أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. وبعد يوم 50 الكنيسة خرجت بقوة عجيبة زي ما المسيح قال لهم، قال لهم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم، وابتدت الكنيسة تخرج تكرس في كل مكان وتشهد عن المسيح، لغاية ما تقال عنها، لدرجة انه تقال عنها: هؤلاء الذين فتنوا المسكونة أتوا إلينا أيضا. الكنيسة والمؤمنين فتنوا المسكونة، شقلبوها، الدنيا اتشقلبت، وكل يوم كان الرب يضم للكنيسة الذين يخلصون. متخيلين الناس بتخلص مش يوم الجمعة، مش في اجتماع يوم الحد، الناس بتخلص كل يوم، وكل يوم بيخلصوا بالألاف في وعظة واحدة في اليوم 50، 3000 نفس انضموا للملكوت، كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون، ولقوا نفسهم بيؤيدوا بقوة عجيبة، بقوة عجيبة، اللي بيصلوه بياخدوه، يعني يصلوا يقولوا له: يا رب انظر لتهديداتهم، عمالين يهددونا، لكن ادينا جرأة أكتر، امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. فالرب يستجيب في الحال، ويقول الكتاب: فتزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس. ربنا قال لهم: سامع صلاتكم، بستجيب للي انتوا بتقولوه، انتوا بتقولوا عايزين تكرزوا بكل جرأة، هتشوفوا الجرأة والقوة اللي هتكرزوا بيها،
بتقولوا لي اصنع ايات وعجائب واؤيد الكلمه بالايات والعجائب، هتشوفوا ايات وعجائب مذهله لعقلكم، زي اللي انا وعدتكم بيه انه الاعمال اللي انتوا هتعملوها اللي انا عملتها هتعملوها وهتعملوا اعظم منها. ولقوا ان اللي هم بيصلوا بياخدوه، يصلوا عشان بطرس يخرج من السجن، وهم قاعدين بيصلوا يلاقوا بطرس بيخبط عليهم ويدخل ويكمل الوقت معاهم ويشاركهم ويصلوا مع بعض ويشكروا الرب مع بعض. بطرس ويوحنا داخلين الهيكل يصلوا، يلاقوا مقعد من بطن امه، يعني عمره في حياته ما مشي، مش كان واحد بيمشي وبعد كده اتشل حصلت له حادثه، عمره في حياته ما مشي، الجهاز العصبي عنده كله متدمر، وبقاله سنه ولا اتنين، بقاله 40 سنه، 40 سنه وهو اتعود انه يعيش على الشحات. طب يستعطي الناس وهي داخله تصلي يقول الناس دولت قلبهم كده في مخافه ربنا، قلبهم يتحنن عليا فيدوني حاجه، فمد ايده عشان ياخد حاجه من بطرس ويوحنا. فبطرس قال له انا ما عنديش فضه ولا ذهب، بس انا عندي حاجه تانية هديها لك، انا عندي حاجه تانية عشان احنا بقينا في عصر تاني، علشان احنا بقينا في عصر الروح القدس، علشان الوعد اللي المسيح قاله لنا حصل معانا، عشان هو قال لنا ستنالون قوه ما تحل الروح القدس عليكم، عشان هو استجاب لما قلنا له ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. عشان كده النهارده انا اقدر اقول لك انا عندي حاجه تانية اديها لك، مش انا كبطرس، انا ككنيسه الرب، انا واحد من ضمن الكنيسه من ضمن المؤمنين اللي عندي انه باسم يسوع المسيح النصيري قوم. فقام وابتدى يقفز، يعني مش قايم بقى كده عشان العضلات ضعيفه، طبعا بقى سنين طويله ومحتاج يعمل علاج طبيعي وفيزيوثيرابي، صوره مش محتاج لكده خالص، ولا محتاج العضلات تتقوى ولا ياخد كده شويه حقن فيتامين، مش محتاج كده خالص، ده واحد مش بيمشي بيتنطط، عمال يتنطط والناس تبص ايه ده، هو مش هو ده اللي كان بيقعد يستعطي، ايه اللي جراله؟ اصل ده عصر الكنيسه الممتلئه بالروح القدس، ده عصر الكنيسة اللي نالت موعد الآب، ده عصر الكنيسة اللي شايفة اللي المسيح قاله لها، وما فيش حاجة واحدة من اللي قاله لها بتسقط. يدخل بطرس على واحد اسمه إنياس بقاله 8 سنين نايم في الفراش، يقول له يا إنياس يشفيك يسوع المسيح، ويقوم الفراش. ينادوله علشان طبيصة ماتت يصلي، ويقول لها طبيصة قومي، فتقوم طبيصة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم، الكنيسة هتتغير تماما، هتختبروا اللي عمركم ما اختبرتوه، هتكونوا ايديا ورجليا على الارض ديت، هتعملوا اللي انا عملته وهتعملوا اعظم منه، وهتعملوا اعظم منه. والحاجة اللي ربنا عمال يكلمنا بيها بوضوح، عمال يكلم ناس كتير مؤمنين كتار، ومن بداية السنة عايز أقول لكم ربنا عمال يكلمنا، عمال يقول لنا أنا مش جاي على الكنيسة في الأيام ديات في أرض مصر بقطرات مية، أنا مش جاي بس كده إنه بعض الأفراد يختبروا الملء بالروح القدس لما يصلوا يطلبوا الملء بالروح القدس، أنا جاي بسكيب على الكنيسة، أنا جاي أسكب روحي على الكنيسة، أنا جاي بالمطر المبكر والمتأخر، إني أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة. ده اللي ربنا عمال يتكلم عنه، ده اللي عمال يقوله أنا عايز أعمله للكنيسة، أنا مش عايز أسكب عليها قطرات مية، أنا عايز أسكب عليها سيول. الأرض ناشفة، الأرض مشققة، الكنيسة عمالة تهم وتحاول تقف على رجليها، لكن لسه الكنيسة مش بالقوة اللي أنا بتوقعها منها، مش بالقوة اللي أنا بأريد ليها، الأرض لسه متشققة، بس أنا جاي بماء على العطشان، أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة. ده اللي ربنا عمال يكلم عنه، ده اللي عمال يكلم عنه، وحط في قلوب ناس وهي بتصلي إنه الوقت اللي احنا فيه دوت، وقت ما عملنا مؤتمر الصلاة في شهر مارس، لقينا أن مؤتمر الصلاة ده كان في الميعاد بتاع الصليب وعيد القيامة مع الغرب، وربنا قال لنا 40 يوم من ساعة المؤتمر ده تصلوا تصوموا تقروا في الكلمة تنوروا تكنسوا الشوارع بالصلاة، وبعد 40 يوم في ميعاد يوم 50 اللي هو يوم الحد الجاي يوم 19
مايو في معاد يوم الخمسين في الاحتفال ده في الذكرى ده بتاعت سكيب الروح القدس. أنا عايزكم الكنيسة في أرض مصر تصلي وتطلبني. الكنيسة في أرض مصر تتوقعني وتطلب سكيب الروح القدس عليها. أنا عايز أدخل الكنيسة في الأرض دي لزمن جديد. عايز أدخلها لزمن أعمال الرسل. عايز أدخلها لزمن أعمال الروح القدس من خلال الكنيسة. وكل ما نصلي يا جماعة، كل ما نلاقي نفسنا عمالين نتملي بالإيمان ده أكتر، بالإيمان ده أكتر، إنه مش مجرد بركة ربنا جاي يباركنا بيها، لكن زمن جديد، سيزن جديد، وقت جديد. الكنيسة مش هتبقى زي ما كانت، زي ما الكنيسة في أعمال الرسل. دخول لزمن أعمال الرسل. وإحنا بنصلي عمالة أفتكر ياما مرات من سنين رنمنا الترنيمة تعالى يا فدينا بنهضة في وسطينا، عصر الرسل طلبتنا أعيده تاني علينا. صلينا كتير قوي الترنيمة دي، عصر الرسل طلبتنا أعيده تاني علينا. ولا يا ربنا عمال يقول لنا كل صلوة رفعتوها، كل أشواق رفعتها قدامي مخزونة عندي، اوعكم تفتكروا إنها ضاعت. وجاء الزمن، الزمن خلاص جاء. يا ما قلتولي عصر الرسل طلبتنا أعيده تاني علينا، أنا بقول لكم إنه الزمن جاء إن أنتوا تعيشوا عصر الرسل، وإن أنتوا تختبروا اللي الروح القدس عمله مع الرسل في سفر أعمال الرسل. عشان كده إحنا عايزين نصلي ونطلب. العشر أيام دولت فاضل منهم خمس أيام، عمالين مجموعات ناس عمالة تصلي وتطلب الرب. وإحنا النهاردة عايزين نقول له عايزينك، عايزين سكيب روحك، عايزين اللي انت بتتكلم عنه، متوقعينك. مش عايزين الكنيسة تفضل زي ما هي، مش عايزين الكنيسة تفضل زي ما هي. القصة القسيس سامح بيقولها الأيام دي، وكنت سمعتها من سنين وكانت تملي بتفرق معايا، انه مجموعة من السياح كانوا بيزوروا الفاتيكان، وقابلهم واحد من الرهبان في الفاتيكان، في القبر بتاع القديس بطرس مدفون هناك في الفاتيكان في إيطاليا. وساعتها الراهب ده كان بيقول لهم انه خلاص مضى الوقت اللي الكنيسة تقول فيه زي ما بطرس قال ليس لي فضة او ذهب. احنا نشكر ربنا انه الكنيسة دلوقتي عندها امكانيات، عندها ميزانيات، قادرة تعمل مؤتمرات عالمية، عندها احدث وسائل التكنولوجيا. فات الزمن انه الكنيسة تقول فيه ليس لي فضة او ذهب. بس واحد من السياح وهو بيقول كده حط وشه في الارض وقال له بس أخاف كمان إنه يكون فات الزمن اللي الكنيسة تقدر تقول فيه للمفلوج باسم يسوع المسيح الناصري لك أقول قم وامشي. لكن إحنا نشكر ربنا، نشكر ربنا إنه الزمن دوت ما فاتش، الزمن ده ما فاتش، إنه الكنيسة في أرض مصر وهي بتطلب سكيب الروح القدس وهي مصدقة اللي ربنا بيقوله هتقول للمفلوج لك أقول باسم يسوع المسيح الناصري لك أقول قم وامشي. الكنيسة في أرض مصر هتقول الكلمات ديت. الكنيسة في أرض مصر هترى الآيات والعجائب. الكنيسة في أرض مصر هترى الناس اللي بتخلص وكل يوم تنضم للكنيسة. الكنيسة في أرض مصر هتقتز من كتر البشر، هتمتد إلى اليمين وإلى اليسار. الكنيسة ترى، ترى الزمن دوت. النهاردة الصبح كنا بنصلي، كنت عارفة انه علي القيادة، فكنت اقول له رب واحنا بنطلب يا رب السكيب دوت. حاولت اتخيل يا ترى في العشر ايام اللي التلاميذ كانوا قاعدين فيها في العلية ومنتظرين الموعد ده وبيطلبوا الموعد ده، قلت يا ترى كان شكلهم عامل ازاي، كانوا بيعملوا ايه. في قالوا اكيد كانوا بيقروا كتير في الكلمة، ده اكيد. بس قلت يا ترى هم منتظرين الوعد العظيم ده، الوعد اللي عارفين انه هيشقلب حياتهم، انه هيغير وجه الكنيسة، انه هيغير وجه الارض. يا ترى كانوا قاعدين حاطين رجل على رجل؟ قلت اكيد لا، مش ممكن، مش ممكن واحد عطشان قوي، واحد طالب الروح القدس، كنيسة طالبة سكيب الروح القدس، تبقى قاعدة حاطة رجل على رجل. قلت اغلب الظن، هو كتابنا بيقولش الصورة، بس قلت اغلب الظن في منهم واقفين ورافعين ايديهم، وفي منهم كتير ركعين بيقضوا اوقات طويلة في الركوع وفي السجود قدام ربنا، لأن السجود مليان اتضاع، مليان إني ماسك فيك ولن أرخيك،
مليان اني واقع في عرضك ومش حارضة بالضعف، ومش حارضة ان الكنيسة تعيش نص نص. والمية يا جماعة تملي بتيجي على الحتة المنخفضة، كل ما الكنيسة تتضع اكتر، كل ما الكنيسة تيجي على ركابها اكتر، كل ما الكنيسة تمسك فيه اكتر، تبص تختبر السيول التي تأتي على اليابسة. المية مش بتيجي على المرتفعات، المية بتيجي على الحتة المنخفضة. عشان كده صبحية النهاردة وانا بصلي كنت شايفة الصورة ديت، وعشان كده قلت لهم يا ريت نحط سجاجيد في الكنيسة. واحنا بنصلي دلوقتي وبنصلي بالترنيم وبنصلي بالكلمات، عايزة ادعوك انك اسجد. كل واحد في الكنيسة يقدر يركع، تعالوا قدام اركعوا، تعالوا في الكوريدور في الوسط اركعوا، لف واركع واسند على الكنبة بتاعتك. كل واحد يقدر يركع دون نركع النهاردة قدامه، لان السجود ليه معنى. السجود بنقول له عايزينك قوي، عايزين اللي في قلبك قوي، عايزين الوعد اللي انت بتوعدنا بيه انك تسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة، عايزين يا رب السكيل على الكنيسة يأتي علينا متمسكين بيك. لو انت مش قادر تسجد تقدر تقف، ترفع ايديك او تقف قدام ربنا او قف، بس احنا مش عايزين نحط رجل على رجل خالص النهاردة. مش عايزين يكون ده، مش قصدي فيزيكال طريقة فيزيكال، مش عايزة يكون ده الاتجاه بتاعنا ان احنا بنطلبه من حتة مستغنين فيها، لكن عايزين نطلبه من حتة مليانة بالعطش وبالجوع. الوحيدين اللي هيفضلوا واقفين فريق التسبيح وبيبوا علشان يقودونا، لكن عايزة ادعوك خلونا في اللحظات دي بحقيقي نسجد قدام الرب واحنا بنطلبه وبنقول له يا رب احنا عايزين سكيب روحك علينا في الايام دي. استفادوا بالسجاجيد اللي موجودة قدامه في الكوريدور. Yeah.
لك يا روح الله. كنيسة في أرض مصر يا رب بتصرخ لك، الكنيسة في أرض مصر يا رب جاية تصرخ لك يا رب. عايزين يا رب روحك، عايزين روحك يا رب. احنا مش عايزينه بس يا رب يكون يا رب كقطرات مية جات علينا، احنا بنشكرك عشان كل اللي خلتنا نختبره في الماضي. نشكرك عشان الروح القدس اللي ساكن في قلوبنا وفي حياتنا يا رب. احنا بنشكرك عشان كل اللي فات، بس احنا عارفين يا رب انك انت رب جاي تدخلنا لزمن جديد يا رب. احنا عارفين انك جاي تدخلنا لارض جديده، ارض تفيض لبن وعسل يا رب، ارض انهار ماء من عيون، ارض يا رب الانهار فيها متدفقه، المياه فيها متدفقه. عشان كده يا رب احنا جايين يا رب نطلب يا رب سكيب روحك في الايام ديت، جايين نتحد باشواق قلبك، جايين نقول لك يا رب سكيب روحك ياتي علينا، تسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة يا رب. تسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة. أصرخ من قلبك، أصرخ من قلبك وقوله يا رب مش بس على حياتي يا رب، أنا جاي أطلب لحياتي وبيتي وعيلتي، بس جاي أطلب لكنيستك يا رب بكل طوايفها يا رب. الكنيسة يا رب ما تفضلش زي ما هي، دخلها للزمن الجديد، دخلها للسيزن الجديد يا رب. دخلها، دخلها لزمن أعمال الرسل، دخلها لزمن يا رب أعمال الروح القدس يا رب، من خلال يا رب كنيستك يا رب. دخل الكنيسة، دخل الكنيسة للأرض اللي على قلبك. صلي صلي واصرخ، اصرخ اصرخ.